السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المواجهات القوية التي التي سوف تحدث في مشوار المنتخب الوطني الجزائري، ماشي برومي تور ماشي دوزيام تور لا، ومن بينها المغرب والسنغال، صدمات نارية بانتظار المحاربين الصحراء في كان الكوت ديفوار، وين يستعيد المنتخب الجزائري للدخول في خوض معترك نهائيات منافسة كأس أمم إفريقيا الكان كوت ديفوار، مقرر إطلاقها يعني صحيح اليوم كاس والتعبات وكل شيء. وفي رحلة استعادة لباقة القارية الضائع واللقب الضائع، سينافس المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الرابعة التي تجمع منتخب أنغولا موريتانيا ومنتخب بوركينا فاسو. وقد تصطدم كتيبة محاربي الصحراء بمنتخبات عنيدة بداية من الدور الثاني لنهائيات منافسة كأس أمم إفريقيا المقبلة في حال انتزاع بطاقة التأهل عن مجموعته الرابعة، وسيكون منتخب الكاميروني أول كبار منتخبات القارة الإفريقية والذي قد يواجه أشبال المنتخب الوطني الجزائري في الدور ثمن النهائي. وهناك احتمال واحد، اصطدام المنتخب الوطني وأشباله بمنافسهم الكاميروني في الدور الثاني في كان 2023 ومؤجل ل 2024، هو انتزاع رفقاء محرز المركز الأول على أن يكتفي المنتخب الكاميروني بالمركز الثاني في مجموعته الثالثة. وعملية التوقع عن طريق الذكاء الاصطناعي تضع المنتخب الجزائري أحد مرشحين للفوز باللقب كان 2023. وما وصلت الحديث عن الدور الثاني، فهناك احتمال لمواجهة عربية نارية بين الجزائر والمغرب، لكن كثيرين يستبعدون بما أن المنتخبين مرشحين لانتزاع البطاقة الأولى في مجموعتهم. ما يتلاقاوش الدور الثاني المغرب والجزائر غادي لا يتلاقاو فين هذا؟ أنا نقول لكم أما في الدور الربع النهائي نهائيات الكان، قد يصطدم رفقاء القائد رياض محرز بمنتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا. وفي حال اكتفت كتيبة الخط ببطاقة ثانية في مجموعتها وانتزعت السنغال بطاقة الأولى لمجموعتها الثالثة وتخطى كلهما الدور ثمن النهائي، فإنها سيتوجهون في الربع النهائي. أما في المربع الذهبي لنهائيات الكان، وإذ تصدرت الجزائر والمغرب ومصر مجموعتها، فمن ممكن أن يواجه شايبي ورفقائه المنتخب المغرب، والذي قد يصطدم أيضا بالمنتخب مصر في الربع النهائي. أنا أتمنى يكون النهائي يكون شباب الجزائر المغرب. يا ودي تشوف بولا خلينا من معايرة تاع الفيسبوك وكلش، دروك مستطيع تشوف لعبة روح رياضية وتشوف بولا ماشي زعابة، أفضل مباريات اللي كانوا في في شمال إفريقيا كل الجزائر المغرب أفضل مباريات، والله لا أفضل مباريات وحدة درس غير تاع كأس العرب، هذيك المباراة كنت تلبس في الفينال 120 دقيقة 2-2 120 دقيقة و 2-2 والأهداف تشوف الأهداف لي بينالتي حماس كبير، أنا نقول لك حماس كبير في المباراة. خلونا شو بيل كاينة منها طائرة تجسس تثير مخاوف المنتخب، يا ولدي مكشكل، يا ولدي بركاو صوالح تحضروا ما على بالكم، عاودوا ولوا للسحر عاودوا. أنا أقول لكم عاودوا ولوا السحر، والله العظيم عاودوا ولوا السحر عاودوا. أنا أتمنى حاجة واحدة برك، نتمناها في البروميتور، نتمنى حاجة ندير مفاجأة برك، كيسموها
موريتانيا تربح تربح الاخرى كسموها تربح وما يربي تربح بوركينا فاسو هذه اللي قال عليها قال موريتانيا والله قال موريتانيا برك والله اسي تخدم خويا نتمنى حاجه برك موريتانيا برك دير مفاجاه حوسوا على هذه حاجة بس سهلة موريتانيا برك أنا قارع موريتانيا ولكن يا إلا يتمنى أخويا قارع موريتانيا موريتانيا والله لا خليفات محسوبة والله العظيم والله نتفرج موريتانيا تعمل بحو 1-0 في الجروب تاعهم وكاليفا وكوب دافريك ونتمنى ان شاء الله بربي موريتانيا دير حاجة مع موزمبيق هذه هي اخويا و تشوف كيفاش وتشوف استخدم وتشوف كيما كانت يا كان يقول لك نتلاقاو بهم نتلاقاو بهم زعما تلاقى بهم تاع كي تلاقى بهم كي غادي وين غادي تلاقى بهم تلاقى بهم في نار والله تلاقى بهم في نار وراني معاك تخدم معاها هاي خدمو يوصلو لم توصل ما تخدمش ما توصلش هاي هي إذا خدمت غادي توصل لا بالتالي
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.